بنعود مرة أخرى مشاهدينا، ما زلنا بنحتفل معكم بعيد الأم، والحقيقة هيكون الاحتفال من خلال الأغاني والموسيقى، وهيكون من خلال الكورال الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام. بنرحب بيهم المايسترو سمير يحيى إلياس، أهلا وسهلا بحضرتك. بنرحب بالمطربة زينب حسن صبري، أهلا وسهلا بيكي. وبنرحب بالمطرب مراد محمود خليل، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين ومنورينا ومشرفينا. طبعا النهاردة يوم مميز جدا، عيد الأم، فأكيد هنسمع أغاني جميلة جدا جدا لعيد الأم. نبدأ نبدأ بإيه؟ ست الحبايب. طيب خلاص اتفضل. الله، حلو قوي قوي، وصوتك ما شاء الله جميل وادائك رائع بجد. مبسوطين جدا ان انتوا بتقضوا معانا عيد الام النهارده، ويمكن احنا هنستغل بقى الوقت ده ان احنا نسمع اكبر قدر من الاغاني اللي احنا ممكن نقدمها النهارده هديه لامهاتنا. هنسمع ايه تاني؟ معنا احن قلب. طيب اوكي اتفضل. قلبي في الدنيا قلبك انتي يا أمي، انتي يا أمي، وأغلى حب في الدنيا حبك انتي يا أمي، انتي يا أمي. أحن قلبي في الدنيا قلبك انتي يا أمي، انتي يا أمي، وأغلى حب في كبرت اخويا تعيشي ليا انتي وابويا، انتي يا امي، انتي يا امي، انتي يا امي. الله، يعني عندكم كده يعني الاداء جميل قوي، وبتغنوا كده باحساسكم، ودي حاجه جميله الحقيقه. بس عايزه استفيد باكبر قدر من الاغاني النهارده، فممكن نسمع ايه تاني؟ ممكن نقول ماما يا حلوه. طيب شادية. اوكي. موسيقى.
حياتي وابتساماتي، انت منايا وكل هنايا. مين رباني مين ومين هناني مين؟ مين رباني مين ومين هناني مين؟ غيرك انت يا حلوة يا ماما، ماما 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 يا ماما، ماما يا حلوة يا أجمل الغنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني. ماما لما ضمك وتضميني تبقى الدنيا مش سيعاني، ويزيد شوقي والقى حنيني بيخليني اضمك تاني. مين رباني مين ومين هناني مين؟ في الدنيا دي أسعد لحظة في كل